عليكم خوتي وخواتاتي والميمات. كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنشارك معكم طريقه تحضير شوج ديال السلطات مرافقه للمشويات. بصراحه كيجيو لذاذ بزاف ورائعين كيف ما كتشوفوا معايا. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو ودابا نبداو على بركه الله. ودابا غنبدا بالسلطه الاولى ديال الباربه. عندي الباربه مسلوقه بالقشره ديالها وقشرتها وقطعتها مربعات كيف ما كتشوفوا معايا. وعندي جوج مطيشات نقيتهم وحيدت لهم الزريعه وقطعتهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. وهنايا عندي القزبر طري فانا نقيته وغسلته وغنبدا نقطعه فوق البابا ومطيشه. صراحه السلطه كتجي رائعه ومنعشه وصحيه وكتجي لذيذه. كيف ما كتعرفوا المشويات ضروري اننا نرفقوهم بالسلطات والعصائر. هنا عندي زيت الزيتون غنضيف منها جهد واحد 3 ديال المعالق كبار ونضيف الملح على حسب الذوق ديالكم. غنضيف الملح صافي ونخلط السلطه ديالي. بصراحه كتجي لذيذه بزاف ريحتها واعره زوينه بزاف غير جربوها فهي معتمده عندي من سنين. صافي هذه هي السلطه الاولى ديالنا كتسهي. وهنايا عندي السلطه الثانيه كديروا فيها كاع داكشي اللي بغيتوا. المهم عندي هنايا الخيار منقي ومقطع اكيد مغسول كلشي مغسول. وعندي هنايا التفاح مقطع بالقشره ديالو ودرت له الحامض هو والافوكا. وعندي البطاطا مع خيزو مفورين والخيار فانا قلتو. وعندي هنايا البطيخ الاصفر مقطعه وعندي الكرموس وعندي هنايا الذره واكيد الخس فانا مفرشاه هنايا في الطبق ديال التقديم. وغنبدا على بركه الله غنبداو بالخيار. صافي السلطه ديالنا عشوائيه وكتجي لذيذه واكيد غنزينوها بالمايونيز. صافي هنايا نوضعوا البطاطا ممكن تسلقوها مع الملحه ممكن تفوروها اللي عجبكم. هنايا عندي الجزر
ها دوكا. ودابا حبيباتي غنوضع المايونيز صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطات اللي حضرت معاكم، فهما كيجيو رائعين ولذات بزاف، فجربوهم بصحتكم وراحتكم، وبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم واصحابكم، وضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينه، وشكرا لكم بزاف على المتابعه. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطات اللي حضرت معاكم، فهما صحيين وصيفيين، وكنقدموهم مع المشويات كيجيونا لذاذ. ودابا كنقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.